مرحبا الحبايب، اليوم بدنا نكمل مشوار البحث عن ما يسمى بهيكل سليمان، وهذا الفيديو راح يكون الجزء الثالث في مسيرة البحث عن ما يسمى بهيكل سليمان. الفيديو السابق الجزء الثاني شلفقت شلفقة لما حكيت عن أربع مفردات ألفاظ كلمات، مين فيهن الأقدم ذكرا كتوثيق، اللي هن هيكل وكنيسة ومسجد ومعبد. لا، اليوم بدنا شوي نعيد الحديث ونمشي بالتسلسل ونركز ونشوف الشواهد في التراث العربي عن هاي الكلمات الألفاظ في أقدم ذكر لها كتوثيق. نبدأ بالأقدم ذكرا هيكل. كلمة هيكل هي الأقدم ذكرا كتوثيق. طبعا لا، في شيء معين ممكن يحمل أكثر من اسم. المسمى هيكل له تسمية ثانية في التراث العربي اللي هي بيعة، فإحنا برضو رح نأخذ كلمة بيعة ونقارنها مع المفردات الأربع اللي حكينا عنهن قبل شوي. على أقدم ذكر موثق لكلمة هيكل يعود إلى سنة 476 ميلادي، وحكينا الشاهد اللي هو بيت شعر لعمر بن عبد الجن القذاعي: وما قدس الرهبان في كل هيكل أبيل الأبيلين المسيح ابن مريم. هذا أقدم ذكر لكلمة لفظة مفردة هيكل في التراث العربي، أقدم ذكر موثق. طيب، أقدم ذكر موثق لكلمة بيعة يعود إلى سنة 476 ميلادي، وبيعة هذا كل الحكي أنا بحكي لكم إياه حسب معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. معجم الدوحة التاريخي لما بيقول لك لفظة بيعة أقدم ذكر موثق لها يعود إلى سنة 476 ميلادي، بيعرف لك معنى بيعة وبيقول لك معبد النصارى. طيب، شو الشاهد الأدبي عليها؟ الشاهد الأدبي عليها قصيدة لشاعر اسمه لقيط بن يعمر من قبيلة أياد أو إياد. العراقيين بيقولوا عن إياد أياد، وقبيلة أياد باللهجة العراقية كانت في العراق تقريبا في الحيرة، إذا مش في الحيرة نفسها. طب جابر أمه هذا لقيط بن يعمر، يعني شو أسويكم؟ هذا اسمه أني بجيبش من جيبتي مخزوقة. وأنت يعني حتى شوف هون الاسم لقيط، يعني شخص اسمه لقيط. أني بالنسبة إلي أكاد أجزم إنه معنى لقيط في هذيك الأيام غير معنى لقيط الأيام هاي. أكاد أني ما تحققت بعدني. هذا الشاعر كان كاتب وين؟ عند كسرى، مش أي كلام. يعني الكاتب في هذيك الأيام تقول رئيس الديوان الملكي كتعبير مجازي، يعني كاتب عند كسرى. هذا اللي مش عاجبكم لقيط بن يعمر. شو بقول لقيط بن يعمر؟ تامت فؤادي بذات الجزع خرعبة. الله أني بموت بالأشعار اللي بتوصف النساء. تامت فؤادي بذات الجزع خرعبة. الخرعب إخوان، يا طبعا خلص يعني انقرضت هاي الكلمة، يعني أنا حتى مش متذكر إمتى آخر مرة قريتها قبل ما أقرأ بيت الشعر هذا صدقا، يعني انقرضت. باي باي عنجرة.
بس الخرعب إذا ما خانتني الذاكرة. طبعا هي هنا بقص، هو بصب فيها امرأة جميلة طويلة ناعمة رقيقة من هالحكي، هاي الصفات كلها بتجمعها كلمة خرعب. بس هي في الأصل إشي بتعلق بالنبات، أنا ناسي صدقا يعني مش قادر أتذكر. مرت معي زمانات بزمانات أيام ما كنت أقرأ مجلة العربي، المهم بقول لك: تامت فؤادي بذات الجزع خرعبة، مرت تريد بذات العذبة البيعة. يعني ظهر انه هنا بصب واحد مسيحية، واعتقد انه هذا لقيط مسيحي، اعتقد مش متأكد، اكاد اجزم انه هو مسيحي. اذا اقدم ذكر لكلمة بيع يا اخوان، انتوا لما تقروا تاريخ الحيرة، الاشياء المباني من بين المباني اللي كانت موجودة في مملكة الحيرة بتلاقيه في التاريخ. يعني بقول لك البيع والأديرة، البيع معابد النصارى مفردها بيع، معبد النصارى بين قوسين المسيحيين، يعني 476 ميلادي كأقدم ذكر موثق. بركز، خليني أقرأ بيت الشعر هيك على السريع: تامت فؤادي بذات الجزء، عفوا، تامت فؤادي بذات الجزع خرعبة، نسيته، مرت تريد بذات العذبة البيع. خلصنا من بيعة، إذا لاحظ بيعة وهيكل أقدم ذكر موثق لهم نفس السنة 476 ميلادي. تمام، طبعا هاي القصيدة، هذا البيت اللي حكاه لقيط بن يعمر، هذا ضمن قصيدة وداها هذا لقيط لقبيلته إياد أو أياد، بيقول لهم: ترى اسمعوا، كسرى جاييكو جاب لكم العصا، ما ردوش عليها، وكسرى كشفه وقص لسانه وبعدين قتله. نيجي على كنيسة، لفظة كنيسة، أقدم ذكر طبعا معجم الدوحة التاريخي بيعرف كنيسة معبد اليهود والنصارى ونحوهم، أقدم ذكر موثق إلها سنة 609 ميلادي. تمام، طيب، بالتراث العربي شو بيقول الشاعر اللي هو عدي ابن زيد العبادي او العبادي؟ العراقيين بيقولوا عن العبادي عبادي، وهذا برضه في الحيرة. شو بيقول؟ بكروا علي بصحرة فصبحتهم بإناء ذي كرم كقعب الحالب، بزجاجة ملء اليدين كأنها قنديل فصح في كنيسة راهب. أنا مش عارف شو قصة الأبيات هاي صدقا، وما كلفتش خاطري إني أروح أدور بجوجل، لأنه مش موضوع الفيديو. بس قصيدة لقيط بن يعمر يعني قال لي هاي قصة ثانية، فما بعرف شو الأبيات، لكن أنا بيهمني إنه قال كنيسة راهب علي بن زيد العبادي أو العبادي. إخوان، بنو عباد أو بنو عباد، هذول كانوا موجودين في مملكة الحيرة، وهذول أصلا السكان الأصليين للحيرة قبل ما يجي على الحيرة قبائل تنوخ من البحرين، وقبائل تنوخ في عليها علامة استفهام قد راس حسن حسني. شو علامة الاستفهام؟ إنه هاي قبائل تنوخ هل هي عدنانية أم يمانية، أو يعني بين قوسين قحطانية؟ وهي قبائل تنوخ كانت في البحرين. هاي الباحثين والمفكرين والدارسين اختلفوا، هذول اجوا من البحرين، اجوا على البحرين من اليمن بعد انهيار سد مأرب، ولا من شبه جزيرة العرب بين قوسين نجد والحجاز، يعني وسط شبه جزيرة العرب نجد والحجاز، في اختلاف. لكن عباد أو عباد هذول القوم الأصليين لمنطقة الحيرة، وهذول أهل إنجيل، أهل إنجيل هذول.
أهل كتابة وأهل علم وأهل قراءة، تجار، هاي خليها بعدين يعني. فعدي بن زيد العبادي اللي قال هذا البيت الشعر، لاحظ يعني من بيت الشعر تستشف انه مسيحي، لما بيقول لك بكروا علي بصحرة فصبحتهم بإناء ذي كرم كقعب الحالب بزجاجة ملء اليدين كأنها قنديل فصح في كنيسة راهب. أنا حركت ولعنت سنسفيل الوزن والقافية، أشفت ريقي العناصر، خلنا شمل شف الشاي بحليب كرك. يا سلام ولا بالأحلام، هاي أقدم ذكر لكلمة كنيسة، يعني هيكل أقدم منها، فرق من 470 ل 609، أنت قاعد تحكي تقريبا عن 200 سنة إلا. واضح الفكرة واصلة لكم، أنا عارف، أنا شايفها بين عيونكم. طيب نيجي على لفظة مسجد، بيعرف معجم الدوحة التاريخي لفظة المسجد المكان الذي تقام فيه الصلاة، سنة 619 ميلادي. هاي أقدم ذكر موثق للفظة مسجد في التراث العربي، 619 ميلادي، المكان الذي تقام فيه الصلاة. ما حدد لمين، قبل شوي قلنا كنيسة حدد، معبد اليهود والنصارى ونحوهم، البيعة حدد معبد النصارى، وهيكل عرفت بالفيديو السابق معبد فيه تمثال لمريم عليها السلام يعبد فيه النصارى، شذي هيك. طيب شو بيت الشعر الشاهد الأدبي على لفظة مسجد في أقدم ذكر موثق لها؟ ولنا السقاية للحجيج بها تماث العنجد والمأزمان وما حوت عرفاتها والمسجد. هذا البيتين هذولا لأبو طالب، أبو الإمام علي ابن أبي طالب، 619 ميلادي، هذا أقدم ذكر موثق لها لفظة مسجد. نيجي على لفظة معبد، طبعا هنا واضح أنه أبو طالب يعني يتفاخر بسيادة قبيلته قريش على المسجد بين قوسين المسجد الحرام. طيب نيجي على لفظة معبد، مكان للعبادة، هيك بيعرفها معجم الدوحة التاريخي. أقدم ذكر موثق لكلمة معبد بالتراث العربي يعود إلى سنة 881 ميلادي، يعني هيكل 476 ميلادي، كنيسة 609 ميلادي، مسجد 619 ميلادي، معبد 881 ميلادي. شو الشاهد الأدبي؟ يسرون من بغداد خلف قبابه يخشون آثارا لها ومعابدا ومعابدا. طبعا هذا البيت للبحتري، البحتري قلت لكم تلميذ أبو تمام، والبحتري لما قلت لكم أبو تمام ولد أو عاش حياته في النصف الأول من القرن التاسع، وهذا البحتري كان تلميذه، وأبو تمام توفى 850 ميلادي إلا، البحتري ظل عايش، وهذا 881 ميلادي. أقدم ذكر موثق للفظة معبد في بيتين شعر، عفوا في بيت شعر للبحتري، يسرون من بغداد خلف قبابه يخشون آثارا لها ومعابدا. تمام إخوان، أنا جبت لكم الشواهد. في شغلة، أنا الفكرة إخوان، لما بتجيب الشاهد وبتجيب قائله، بتبحث عن قائله وتاريخه وكذا، أنت بتشوف إنه في نوع من المنطق، نوع من السياق التاريخي، وهذا بيثبت لك منطقيا
استنباطيا استدلاليا اللي هو بيثبت لك مدى صحة ما بين يديك من تراث. انه في ناس بتشكك، مش طه حسين ألف كتاب وقال لك الشعر الجاهلي مكتوب سنة مش عارف قديش. تمام، طيب خلصنا من هاي الجولة. أنا ما بدي أرجع أقول لك شو الاستنتاجات، هاي موجودة لما من استعراض الكلمة الأقدم ذكرا توثيقيا ما بين هاي الكلمات، هذا موجود في الفيديو الجزء الثاني. تمام، لكن هلا بدنا نحكي في موضوع ثاني. هيكل سليمان، ما يسمى بهيكل سليمان، الفكرة تبعته كيف بدأت؟ من وين بدأت؟ عند مين بدأت؟ ليش بدأت؟ أنا بدي أقول لكم كم من معلومة بناء على ما قرأته لهذه الموسوعة، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، وهذا المجلد الأول اللي هو عبارة عن الجزء الأول من جزئين للدكتور عبد الوهاب المسيري. هذيك اليوم كنت أطلع على الموسوعة في مكان عملي، فدخل زميل إلي شافها فبقول لي في حدا الأيام هاي بيقرأ لها عبد الوهاب المسيري، والباقي عندكم. إخوان، هذه موسوعة والمؤلف دكتوراه في جامعة كولومبيا، عالم اجتماع، وهز خلينا نقول الوسط العلمي في الوطن العربي في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. صح، يعني نوعا ما متأثر هو بطريقة ما أو أخرى بدينه اللي هو الإسلام، لكن حاول قدر الإمكان أن يكون محايد، حاول قدر الإمكان أن يكون مهني، حاول قدر الإمكان أن يكون موضوعي في تأليف هذه الموسوعة. وبالتالي أنا هسه لما بدي أبلش أحكي لك عن الهيكل، إحنا بدنا ننظر بمنظار اليهود للهيكل كما يراه مين؟ دكتور عبد الوهاب المسيري. أنا بحاول قدر الإمكان أكون يعني آجي أقول لك الهيكل موجود في التوراة هيك وهيك هيك، راح تقول لي هذا خلاص انسى الموضوع. بس تعال لما نشوف واحد زي دكتور عبد الوهاب المسيري، خريج جامعة كولومبيا من الولايات المتحدة، دكتوراه، عالم، حاول قدر الإمكان أن يكون محايد، يتغلب على أي شيء ممكن يحيده عن خلينا نقول الحقيقة كما هي بذاتها لذاتها. تمام، لا، بتكون أهون علينا أنه نتقبل كيف ينظر اليهود للهيكل. أنا غلطان؟ طيب، في صفحة 409 من هذا المجلد شو بقول الدكتور عبد الوهاب المسيري؟ بقول لك الهيكل كلمة يقابلها في العبرية بيته مقداش. وهي أنا حكيت لكم إياها لما قلت لكم أنا مستغرب كيف القس طوبيا بيقول هيكل في العبرية هيكل هيكل، حتى قلت لكم أنا في مقداش ما مقداش إشي زي هيك. فاليوم وأنا بحبش عن مادة أقدم لكم إياها في الفيديو، وقعت عيني على هاي الفقرة، بتهمنا جدا كتمهيد لموضوع فكرة الهيكل. فقلت يلا بضرب عصفورين بحجر واحد، منه بأكد على اللي حكيته في الفيديو السابق، ومنه بقدم لكم معلومة موثقة نوعا ما بخصوص لفظة هيكل. الهيكل كلمة، طبعا قصدي موثقة يعني في مرجع موجود بين ايدي، المراجع اللي حكيت لكم عنها في الفيديو السابق هاي طلعتها من النت، تعرفوا النت يعني. المهم، الهيكل كلمة يقابلها في العبرية بيته مقداش، أي بيت المقدس. بيته مقداش، بيت المقدس، هاي يقابل كلمة هيكل. وين بيته مقداش؟ هاي في العبرية، بيت المقدس. أو شوف شو بقول لك، أو إيش هي خال، يعني كلمة هيكل يا بيقدر تقول عنها كلمة يقابلها في العبرية بيته مقداش أي بيت المقدس، أو هي خال وتعني البيت الكبير
في كثير من اللغات السامية. وأني امبارح لما قلت لك اللغات السامية، السومرية والأكدية والأشورية والسريانية، وكلها أجمعت، إذا جمعت أنت، إذا أخذت لفظ الهيكل في السومرية والأكدية والأشورية والسريانية والعبرية والعربية، وحتى رحنا على اللغات غير السامية اللي هي اليونانية والتركية، القاسم المشترك بين معاني كلمة هيكل كما وردت في هذه اللغات: بيت، بيت إشي، بيت كبير، بيت عظيم، قصر الملك، بيت الأصنام، بيت 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 بيت. تمام؟ فهون برجع بقول لك الدكتور عبد الوهاب المسيري بقول لك الهيكل بتقابلها كلمة هيخل، هيخل، هيكل، هيخل، هيك باللفظ، هيخل، هيكل، هيخل، هيخل، وتعني البيت الكبير في كثير من اللغات السامية. بط، شو دخل هذا يا أشرف في فكرة الهيكل؟ من وين إجت؟ شوف أخوان، أول شيء خليني أشرب لي شف الشاي بحليب، أشرب طريقة على أطلس. ترى على فكرة أنا فعلا ريقي بنشف، وأنا بصيح صياح العمارة كلها سمع صوتي. شوف أخوان، أنت بدك تاخذ فكرة عن تاريخ الجماعات اليهودية بمصطلح بأدبيات الدكتور عبد الوهاب المسيري، لأن الدكتور عبد الوهاب المسيري يعني علميا بالنسبة له هو بيقول لك ما بصير تقول الشعب اليهودي، هم جماعات، لأنه هو بالنسبة له كلمة شعب إلها خلينا نقول مقاييس معينة حتى تطلقها على جماعة معينة. اليهود هو بالنسبة له صعب إنك أنت تقول عنهم الشعب اليهودي، تمام؟ وأنا بعيده لأنه بيحكي منطق الزلمة، بغض النظر شو مربط الجحش. مربط الجحش تاريخ الجماعات اليهودية بيبدأ بظهور النبي إبراهيم وجر. الآن خلينا نقول الطابع العام لهذه الجماعات وتحديدا بعد خروجهم من مصر كان في ترحالهم وتنقلهم في خيمة عندهم اسمها خيمة الاجتماع أو خيمة الشهادة. هاي الخيمة كانوا سموها بيت الإله. مين الإله؟ يهوه. وهاي الخيمة بنيتها تقسيمها في مكان اسمه المقدس، في مكان لقدام منه قدس الأقداس. ركز معي لو سمحت، الله يرضى عليك، ما بديش أضل أعيد وأكرر، تمام؟ إذا الجماعات اليهودية من لحظة خروجهم من مصر كان معهم خيمة اسمها خيمة الاجتماع أو خيمة الشهادة، هاي بالنسبة لهم بيت الإله، البيت الكبير، بيت الإله، هيخلع، عفوا هيقال، هيكل، هيخال، 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 هيكل، أو بيته مقداش، بيت الإله، كانت تنتقل معهم. شو فيها هاي الخيمة؟ هاي الخيمة فيها تابوت العهد. شو هو تابوت العهد؟ تابوت العهد فيه الوصايا العشر، تمام؟ ما بديش أدخل في تفاصيل أكثر من هيك، بس أنا بعطيكم خلاصة. الخيمة مقسمة لجزئين، المقدس أو المقدس هذا الجزء الأول منها، الجزء الثاني قدس الأقداس. قدس الأقداس في تابوت العهد، تابوت العهد من ضمن الأشياء اللي موجودة فيه الوصايا العشر، اللوحين، تمام؟ طيب شو بيقول الدكتور عبد الوهاب المسيري عن هاي الخيمة؟ شو بيقول عنها؟ بصفحة 409 من الكتاب اللي فرجتكم إياه بيقول لك: وقد استقرت الخيمة في الجلجال التي كان فيها أول معسكر لجماعة إسرائيل، اللي هم الجماعات اليهودية، جماعة إسرائيل بعد عبور نهر الأردن ودخول أرض كنعان. ثم انتقلت إلى وين؟ ثم انتقلت إلى شيلو، حيث بقيت 300 أو 400 سنة، ومنها انتقلت إلى جبعون ثم إلى الهيكل. ركز رجاء، ركز
ركز لو سمحت. هاي الخيمة، خيمة الاجتماع، كانت في جلجال. هاي جلجال داخل فلسطين المحتلة، بعد ما قوم موسى، أنا بسميهم قوم موسى لأنه موسى النبي موسى كان مع غير بني إسرائيل أقوام أخرى يعني تاريخيا مثبتة، وبسميهم جماعة إسرائيل، أنا بسميهم قوم موسى. بتفق في هذا، في هاي الجزئية أنا بتفق مع عالم النفس الشهير فرويد، تمام؟ أنا نسيت أجيب الكتاب، المهم، وأصلا ما كانش ببالي إني أجيب سيرته. المهم بيقول لك بعد ما قوم موسى عبروا نهر الأردن ودخلوا أرض كنعان فلسطين المحتلة في الأيام هاي، الخيمة استقرت في جلجال اللي هو أول معسكر كان لجماعة إسرائيل بأدبيات عبد الوهاب المسيري، قوم موسى بأدبياتي. من جلجال انتقلت لشيلو، ظلت هناك 300-400 سنة. طبعا من شيلو رجعت لجبعون، من جبعون إلى الهيكل. شيلو الفلسطينيين سكان قطاع غزة احتلوها وسرقوا، أو يعني أخذوا لا ليش سرقوا تابوت الأحد، أخذوه. أنا بحكي فلسطين سكان قطاع غزة أيام الملك داود وشاول تمام. ومنها انتقلت إلى جبعون ثم إلى الهيكل الذي تشبه بنيته بنية خيمة الاجتماع. طاط، بنية الهيكل تشبه بنية الاجتماع، تختلف، عفوا بنية خيمة الاجتماع بيختلف عنها شغلة واحدة، ايش؟ في الهيكل صار في مدخل، بعدين البهو المقدس اللي هو المقدس، بعدين قدس الأقداس، في مدخل، بعدين البهو المقدس، بعدين قدس الأقداس. إذا فكرة الهيكل إجتهم من خيمة الاجتماع. شو اللي خلاهم يبنوا الهيكل؟ إحنا بدنا نحكي حسب التوراة كما يراها الدكتور عبد الوهاب المسيري. بيقول لك بيقول لك ولذا فمع تركز السلطة بيد الملوك، مين بقصد الملوك هون؟ شاول، داود، سليمان. ولذا فمع تركز، طبعا هذا الحكي في صفحة 410، الآن أنا بنتقل لصفحة 410. ولذا فمع تركز السلطة بيد الملوك تركزت العبادة القربانية في مكان واحد هو الهيكل في القدس التي كانت تقع على الحدود بين عديد من القبائل، كما أنها لم تكن تابعة لأي منها. 12 قبيلة، 12 سبط، كل قبيلة ماخذ حصة. القدس ما كانت تابعة لأي من هاي القبائل، وجاية على حدود القبائل، عديد من القبائل. النبي الملك داود اشترى قطعة أرض في هذا المكان، خلينا نسميه المحايد الذي لا يتبع لأي قبيلة، اللي جاي على حدود عديد من القبائل، اشترى قطعة أرض ومن هناك نوى يبني الهيكل على شكل خيمة الاجتماع، بس ما بناه، اللي بناه الملك النبي سليمان. الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش لغاية اليوم اليهود ما إلهم إلا هيكل واحد؟ هيكل واحد بالنسبة لهم، بس هيكل واحد، هم بيصلوا في كنس في مجامع، بس ما عندهم هياكل، هيكل واحد عندهم، هيكل سليمان الأول، هيكل زربابل اللي هو الهيكل الثاني، والهيكل الثالث اللي هم بيطمحوا انهم يبنوه. ليش عندهم هيكل واحد؟ أنا استنتجت استنتاج، ما بعرف اذا بتتفق معي او بتخالفني،
في صفحة 409 شو بيقول الدكتور عبد الوهاب المساري؟ ومن أهم أسماء الهيكل بيت يهوه، يعني بيت الإله، لأنه أساسا مسكن الإله وليس مكانا للعبادة. إذا بدك تيجي على عقلية اليهود، وحسب التوراة الإله يهوه بده هذا المكان القدس اللي هي في وسط العالم بالنسبة لهم يسكن فيه، دوش أي مكان ثاني، هاي بالنسبة لهم بعقليتهم. فإذا الإله يهوه بالنسبة لهم بده يسكن في هذا المكان، أروح أعمل هيكل في مكان ثاني أنا بخالفه، لا خلص هو بده في هذا المكان. وأنت في شغلة مهمة جدا، القدس في وسط العالم، وهيكل سليمان في وسط القدس، وقدس الأقداس في وسط هيكل سليمان، والباقي عندك. قدس الأقداس ممنوع أي ابن مرأة يهودي يفوتوا إلا كبير الكهنة اللي هم الصدوقيين، اللي هم من ذرية صادوق اللي هو من هارون، من قبيلة هارون، اللاويين بموسى. شوف أخوان، أنا جبت لك كل هذا السرد التاريخي لموضوع فكرة الهيكل. لا تنسى أنه في نقطة مهمة جدا، قبل ما يكون في هيكل كانت كل قبيلة إلها مركز تقيم فيه شعائرها، عبادتها، زي ما قلنا قبل شوي العبادة القربانية، يعني بيقدموا قربان ذبيحة. هم 12 قبيلة، النبي الملك داود بده يوحدهم. طب إذا كل قبيلة بتصلي لحال ما استفدتش أنا، كمان فكرة مهمة أنت بدك تأخذها في عين الاعتبار. طيب هو الزلمة وين بده يبني هذا المركز الموحد للكل؟ مش معقول أحطه عند القبيلة الفلانية لأنه القبيلة العلانية رح تزعل. وقعت عينه على قطعة أرض جاي تقريبا، خلينا نقول بهالمعنى، بالنص بين كل القبائل، مش تابع لأي قبيلة. لسوء الحظ أو حسنه هذا المكان في القدس، في نص القدس حاليا، في نص أورشليم، في نص يبوس، بنى فيه الهيكل على شكل ايش؟ على شكل خيمة الاجتماع، خيمة الشهادة اللي ظلت تتنقل معهم من لما طلعوا من مصر لغاية تاريخه، يعني تاريخ بناء الهيكل. أنا بجيبش من جيبتي، جيبتي مخزوبة. سمعت شو قال الدكتور عبد الوهاب المسيري؟ بنية الهيكل زي بنية خيمة الاجتماع، لأنه أنت في مصادر ثانية بتقول لك لا، بنية الهيكل زي بنية المعابد الكنعانية الخاصة بالإله بعل ابن إيل. في مصادر ثانية بيقول لك المعابد المصرية مؤثرة على شكل خيمة الاجتماع. كمان شوي واحد من جزر الواقواق راح يقول الهيكل بيشبه معبد عنا، ما تستبعدش. لكن إذا بدكم رأيي أني اللي مختلف فيه، لا، الهيكل أكيد يشبه خيمة الاجتماع، خيمة. مو أنت كمان البناء ينعكس على شخصية المجتمع، وشخصية المجتمع تؤثر في شكل البناء وبيئة المجتمع. جماعة بترحلوا بدهم نفس الوقت يعبدوا يصلوا، جماعة مؤمنين بإله معين وين بدهم يعبدوا، لوين بدهم يصلوا له، كيف، وين، في خيمة اسمها خيمة الاجتماع ظلت تترحل معهم. لما عبروا نهر الأردن كانت في جلجال، بعد جلجال راحت على شيلوه، قعدت 300 سنة 400 سنة في شيلوه. يجوا الفلسطينيين حسب ما بيقول الدكتور عبد الوهاب المساري، غزوا شيلوه وأخذوا سرقوا تابوت العهد من خيمة الاجتماع. أجل النبي الملك داود نقل خيمة الاجتماع لجبعون، من جبعون للهيكل. مش قادر أتذكر النبي الملك داود اللي نقلها من شيلوه ولا لا، ممكن أكون مخربط فيها، أريد أتأكد.
انتقلت آخر شيء للهيكل اللي هو بيت الإله، بيته مقداش. هذا تمهيد. هلا المرة الجاية على خير وهدات بال، ولا أقول لكم بديش أقول لكم يعني إيش رأيكم في الفيديو، خليه مفاجأة لكم. بس هذا كل اللي أنا قدمت لكم إياه، أقدم ذكر موثق للفظة هيكل باللغة العربية، ونشأت كلمة هيكل خلنا نسميها من اللغة السومرية لغاية يومنا. وخلينا نقول المقارنة اللي عملناها في أقدمية من ناحية الذكر التوثيقي لكلمات مسجد وكنيسة ومعبد وهيكل وبيعة، واللي حكيناه اليوم فكرة الهيكل هذا كله تمهيد، خلينا نسميه لبداية البحث العلمي في من ناحية الآثار. قبل ما ندخل في موضوع البحث عن الهيكل في التوراة وفي القرآن والسنة وفي الإنجيل، لا بالأول بدنا نشوف العلم شو بقول. لازم نشوف العلم، لازم نسمع للعلم قبل أي شيء ثاني. بالنسبة لي يعني لازم نسمع للعلم قبل أي شيء ثاني، علم الآثار. وهذا الفيديو موضوع علم الآثار راح شوي يتأخر، ماكو طولوا بالكم، انتوا راجعوا الأجزاء الثلاثة خلطوها مع بعض هيك بخلاط، شوفوا شو بيطلع معكم. يعطيكم العافية وتشوفوا جاجة ماشية حافية. طب